السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آية إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل الخاتم ده. يلا نبدأ. من التوب هختار الحجر من جيم ستوديو ونحدد المقاس، اختاره 7. هعمل تشينج اوبجكت لير بلون مختلف، بعدين هختار بيزل، اختار شكل من الأشكال دي. بعدين الارتفاع هنا عالي قوي، هقلله شوية وندوس اوكي. هعمل دوبليكيت ايدج بعدين اوفست 2.5، لان دي نهاية الاحجار اللي هرصها. بعدين هختار بوليجون ونخلي مقاسه لحد هنا. هحرك الستون هاوس والدايرة هنا، بعدين هعمل خط من السنتر لحد الزاوية، ونرفع النقطة دي لفوق كده. هختار ريل روفول بعدين الخط البوليجون، ونحدد محور الدوران من الفرونت بس كده. دي دايرة الستون هاوس، هعمل منها اوفست عشان يكون في انترسكشن. وبعدين ترم، هرجع الستون هاوس مكانه وهرفعه شوية لفوق عشان يبقى فيه ما بينهم مستوى. هعمل offset surface solid no 0.6، بعدين offset curve on surface 1.5 هنا وهنا، بعدين explode وندلت كل دول ونعمل زبالة. هكرر القطعة دي باستخدام الري بولر على 6، بعدين offset surface solid yes 0.7 علشان يبقى فيه intersection. هنيجي هنا وهعمل offset curve on surface 1.6، بعدين explode وزبلت ودليت. هعمل دوبليكيت للستون هاوس وبروجكت على السيرفس، وياخد الخط ده واعمل منه اوفست كيرف اون سيرفس 3.8 علشان هرص صفين احجار. بعدين هاخد الانترسكشن ما بينهم ونعمل ترم. بعدين جوين ونعمل اوفست سيرفيس 1.2، هعمل سبلت وأوفست 0.5، بعدين اكستراكت سيرفس كوبي نو وجوي، بعدين أوفست كيرف اون سيرفس 0.7
واختار جيم باي كيرف، ونختار الخط والبولي سيرفس ومقاس الحجر والعدد 2 ونعمل ميرور من النقطة دي للنقطة دي. هختار ديناميك برونج والفلت اخليه 0.2. بعدين نعمل ميرور. نعمل الكاتر باستخدام كاتر ستوديو وندوس اوكي ونعمل بوليان ديفرنس. بعدين الري بولر. وكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. حاول تكمل الخاتم علشان تنمي مهاراتك اكتر، والمرة الجاية ان شاء الله هنكمله مع بعض. فضلا وليس امرا، اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، وقولنا رأيك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.